لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. إذن المعلومات التي توفرت لدينا تقول بأن السلطات العليا في البلاد أيضا اجتمعوا التقوا أعتقد فيها شنغريحة وغيره، وتمت مناقشة تأجيل الاستفتاء. لكن الإشكالية اللي وقعوا فيها كيف سيؤجل هذا الاستفتاء؟ ضروري أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية نقل إلى ألمانيا وهو في حالة غيبوبة، والسلطات الألمانية والاستخبارات الألمانية رايح عندها كل المعطيات على وضعه الصحي، لذلك إصدار باسم الرئيس مرسوم أو شيء من هذا القبيل لا يمكن أن يمر. أيضا لو يجتمع المجلس الدستوري لاتخاذ قرار مثل هذا للتأجيل سيفتح عليهم أبواب كثيرة هم في غنى عنها، وخاصة أن هناك أطراف قوية في النظام الجزائري تريد تمرير الدستور بأي وسيلة كانت، لأنه ولهذا قال لك ما دام الرئيس في حالة والوقت قصير جدا نستطيع أن نمرر الدستور، وصار ما يهمهم أنهم الناس تذهب إلى صناديق الاقتراع بقدر ما يهمهم أن هناك تكون نتائج. حتى هناك طرف آخر حسب هذه المعلومات قال لهم المهم نذهب إلى صناديق الاقتراع، إذا رفض الشعب هذا الدستور ينتهي الموضوع، على الأقل ما نخلي أن نؤجله أو نلغيه أو شيء من هذا القبيل اللي دخلنا في دوامة كثير. إذن هذا هو الأمر. لذلك لم يبقى أمام الجزائريين الآن في ظل ما نخلوا هذا الوضع الذي آل إليه رئيس الجمهورية أن يشغلنا على أهم ملف الآن، هو ملف رفض هذا الدستور. على الجزائريين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا الدستور، لأنه هذا الدستور كارثي بمعنى الكلمة كما تحدثنا كثير مرارا وتكرار، وأيضا أن هذا الدستور إذا كان الناس اللي راح يروحوا ويثقوا بأن هذا الدستور هو للدستور للرئيس تبون، رئيس تبون الآن يرقد في الفراش، يرقد في المستشفى، الله أعلم كيف راح تكون تطورات، قد تحدث تطورات صحية هي أو قد لا يستقر وضعه، نحن لا نتمنى له ذلك ونتمنى له الشفاء العاجل ونتمنى له أن يعود سالما إلى ممارسة مهامه بصفة طبيعية، هذا طبعا أولا كرئيس للجمهورية الجزائرية وأيضا كإنسان لا يمكن إنسان مسلم، ونحن كمسلمين دائما نتمنى حتى إلى مسلم نختلف معه ولأي إنسان نتمنى له الشفاء العاجل. إذن هذه المعلومات التي وصلتني أردت أن أنقلها إليكم بهذه الصفة المستعجلة. لذلك الوضع الصحي للرئيس هو ربما راه مستقر على ما كان عليه من قبل ولم تحدث إليه أي مضاعفات جديدة. المعلومات التي توفرت لدينا إلى حد هذه اللحظة والتي هي الساعة 9 صباحا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، أن الرئيس لم تحدث له أي مضاعفات ولا أنه عاد إلى وضعه الطبيعي، يعني ما زالت هناك أعمال مكثفة من أجل محاولة إنقاذ حياته. هذا المتوفر، ما قد يأتي لاحقا لا ندري، ربما سيتعافى، ربما ستحدث تطورات أخرى لا نتمناها طبعا، ولكن هذا هو الواقع. لذلك على رئاسة الجمهورية أن تكون واضحة، أن تكون شفافة، إذا فقدت مصداقيتها مع مرض أول امتحان تمر به الرئاسة في عهد تبون وبهذه الطريقة إذا فقدت مصداقيتها فالأحسن لها أن تراجع أوراقها كاملة شاملة وتغير الطاقم الإعلامي، لأنه لا يعقل أبدا أنها تستمر بعدما ثبت عليها الكذب وثبت عليها التضليل بقضية تخص رئاسة الجمهورية. كان من المفروض أن رئاسة الجمهورية تكون شفافة بصفة عادية، الرئيس أصيب، الرئيس على الفراش لا يمكنه أن يظهر، هذا مرض وباء أصاب العالم كله، ولذلك كان من الممكن، ولكن العقلية العصابة ما زالت مسيطرة على كثير من الأطراف، هم يعتقدون أنه بتضليل الجزائريين وقول غير الصواب سيستمر هذا الوضع. والله أنتم الخاسر، أنتم من سيخسر، نعم أنتم من سيخسر، لأنه الحقيقة صارت تنكشف، المعلومات تأتي من مصادر كثيرة، والمعلومة لا يمكن أن تبقى
في جدران رئاسة الجمهورية ولا في غرفة في غرفة في غرفة العلاج والإنعاش التي يتواجد فيها الرئيس بألمانيا. لذلك على الرئاسة أن تكون لديها استراتيجية أفضل من هذه الاستراتيجية القائمة، لأنها بائسة ومفضوحة ولا معنى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.